بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنخش على مسألة رقم 20. مسألة رقم 20 بتقول create class circle with the radius نص القطر as a data member. كداتا السيركل انت عارف اللي ليها نص قطر او قطر، تمام؟ فهناخدها كنص قطر، تمام؟ create to constructor no argument، constructor من غير اي argument، ده الديفولت زي ما انت عارف في الاو بي لو انت مذاكر الاو بي، وده with two argument، تمام؟ and the method to calculate circumference اللي هو محيط السيركل، تمام؟ حلو الكلام. دلوقتي هنروح بكل بساطة، عاوز كلاس اسمه سيركل اهو، تمام؟ سيركل طبعا قبلها كلاس اهو، هقول له بابليك واقول له دبل دبل ايه، طبعا احنا ما عندناش في الايه، احنا ما عندناش في ايه، في الدايره غير نص القطر، فخلينا ندخل الراديوس ناخد نص القطر بتاعنا. عاوز كونستراكتور، كونستراكتور نفس اسم الايه، نفس اسم الكلاس، وعاوز كونستراكتور ليه اتنين بارامتر، هيستقبل ايه في اتنين بارامتر؟ ما قالش. اند تو ارجيومنت، احنا ممكن نستقبل الراديوس عادي اهو، نستقبل الراديوس عادي في كونستراكتور ونسوي ببعض، اقول له ذس الراديوس اللي موجود عندي في الكلاس، لان ذس بتشاور على الكلاس اللي انا فيه اللي هو السيركل، هات منه الراديوس ايكوال الراديوس اللي جاي لي في الفانكشن. في اي مشكله؟ ما اعتقدش ان في اي مشاكل خالص لغايه دلوقتي. حلو قوي. طب بعد كده، بعد كده هنروح نعرف فانكشن هترجع لي محيط ايه، الدايرة، تمام؟ هقول له هسميها سيركمفرنس، تمام اهو، وهقول له دي بترجع لي ريتيرن محيط دايره 2 في باي اللي هي 3 و14 من 100 في نص القطر هو اللي راديوس اهو، اللي هو راديوس بتاع الايه، راديوس اللي هو نص القطر اللي موجود في الكلاس، تمام؟ في السيركل ممكن نحط نص قطر باي ديفولت ليه، هقول له راديوس ايكوال وليكن 5. فانا دلوقتي لما اجي هنا واقول له هعمل اوبجكت من سيركل او سي، واقول له سي دوت سيركمفرنس، تمام؟ اتبع له المحيط، فهو كده هيعمل ايه؟ كده انا اول ما عملت سيركل هو كده خد اوبجكت عن طريق الديفولت كونستراكتور، ده الديفولت كونستراكتور، ده الديفولت نفس اسم الكلاس، ما باخدش اي ارجيومنت، فكده انا كريت ده عن طريق مين؟ عن طريق ده. فلما دخل جوه ده لقى ايه؟ لقى ان الريديوس ايكوال 5، فالمفروض يضرب 2 في 3 و14 من 100 في الريديوس اهو. خلينا بس نعمل ايه؟ نعمل سي اوت، لان دي بترجع سي اوت اه، نرن هتلاقيه طلع لي 31 و4 من 10. تعالى في الكالكوليتر اهو، كالكوليتر مكتوب بالعربي، تمام؟ مش مهم. لو قلنا كام؟ 2 في 3 و14 من 100 في 5 ايكوال 31 و4 من 10. فعلا طلع لي 31 و4 من 10 اهو، لو رنينا
اهو تمام. لو جبناه بقى عن طريق الكونستراكتور اللي بياخد ارجيومنت، فانا هبصي الارجيومنت على حسب ما انا عاوز، وليكن هبصي مثلا 2، نرن كده شايف اختلفت 12 و56 من 100. لو رحنا هنا اهو، قلنا ايه 2 في 3 و14 من 100 في 2، احنا داخلين نص القطر ب 2، 12 56 من 100 زي ما هو ايه طلع لنا. اذا هي دي فكره المساله. فكره المساله انك انت في الديفولت كونستراكتور، اللي هو انت لو عرفت كونستراكتور عادي عن طريق سي من غير اي اكواس هيعرف عن طريق ده، فهيخش هيدي انيشال فاليو للراديوس ب 5. لكن لو عرفته عن طريق الكونستراكتور والديفولت كونستراكتور هقول له ايه 2 2 كده كده، هو هياخد، احنا بصينا له 2 هنا، فهيروح يحط في الراديوس بتاع الكلاس، هيحط الراديوس بتاع السيركل. والمره دي بقى احسب، بيحسب على اساس الراديوس اللي موجود فين، اللي موجود هنا. هي دي المساله بكل بساطه. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.